قال رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان أن المجلس على استعداد لتشكيل حكومة جديدة حال رغبة القوى الحرية والتغيير في ذلك. من ناحية أخرى، كشف البرهان عن أن إقالة النائب العام الوليد السابق سيد أحمد محمود جاءت بسبب تباطؤ التحقيقات مع أركان النظام السابق، وأضاف أن رئيس جهاز الأمن السابق صلاح حاقوش غادر السودان بدون موافقة المجلس العسكري.